بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب المرحلة الثانوية، مع هذه المراجعة في دروس القواعد لهذا العام وما ورد في الاختبار التدريبي لهذا العام. ملحوظة هامة يجب أن يهتم بها كل طالب في كل سؤال، أي سؤال تقرأه عليك أن تقرأ رأس السؤال بشكل جيد قبل أن تشرع في الاختيار. عليك أن تقرأ السؤال بشكل جيد، هذا أولا. ثانيا، سيأتيني في الاختبار إن شاء الله في سؤال القواعد أو سؤال النشاط اللغوي 9 أسئلة كلها بنظام الاختياري، الاختيار من متعدد. نبدأ أولا بهذه الأسئلة التي أمامنا. ما العبارة التي تضمنت أسلوب أمر مما يأتي؟ إذن السؤال يسألني عن العبارة التي ورد فيها أسلوب الأمر. نذكر معا أن للأمر 4 صيغ. الصيغة الأولى فعل الأمر، مثل اجتهد أيها الطالب، اجتهد، استمع، قل الصدق. الصيغة الثانية اسم الفعل الأمر، عليك الاجتهاد، حذاري، صح، آمين، هلم بنا. الصيغة الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر، وفي الغالب ما يأتي منونا، وعلامته أن تحذف وتضع بدلا منه الفعل الأمر المباشر. عندما أقول مثلا أيها الطلاب اجتهادا، إذا حذفت كلمة اجتهادا وضعت بدلا منها الفعل الأمر أيها الطلاب اجتهدوا، أعطت نفس المعنى. إذن المصدر النائب عن الفعل الأمر اجتهادا. الصيغة الرابعة المضارع المقترن بلام الأمر، لتجتهد، لتستمع، لتقل. متكون هذا الفعل، هذا الأسلوب أو هذه الصيغة تتكون من لام الأمر والمضارع المقترن بلام الأمر، وفي هذه الحالة إذا اقترن المضارع بلام الأمر يكون فعلا مضارعا مجزوما، فعلا مضارعا مجزوما. صحيح الآخر مجزوم بالسكون، معتل الآخر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. من الأفعال الخمسة اتصل به ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، يجزم وعلامة جزمه حذف النون. نعود إلى صيغ الأمر، والسؤال عندنا هنا عن الأسلوب أو الجملة التي حوت أسلوب أمر. صيغ الأمر 4 فعل الأمر، اسم الفعل الأمر، مصدر نائب عن فعل الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر. أي جملة وردت فيها صيغة الأمر؟ هل الجملة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة؟ أحسنتم، فعلا هذه هي الإجابة الصحيحة، الجملة الأخيرة، أنت مؤلف كتابك يوم القيامة فأحسن اختيار كلماتك. أين صيغة الأمر؟ أين صيغة الأمر؟ صيغة الأمر هي كلمة أحسن، أحسن فعل أمر. السؤال الثاني، أي الجمل الآتية تضمنت أسلوب أمر بصيغة المصدر؟ كنا قد تحدثنا من قليل عن أنواع صيغ الأمر، وقلنا أنها فعل الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر، اسم الفعل الأمر، المصدر النائب عن الفعل الأمر. هنا أي صيغة من هذه الصيغ، أي جملة من هذه الجمل ورد فيها أسلوب أمر بأي صيغة؟ هنا حدد لي الصيغة، قد يحدد لي في السؤال الصيغة، وقد يأتي لي السؤال بشكل، قد يأتي السؤال بشكل عام. أي الجمل الآتية تضمنت أسلوب أمر بصيغة المصدر؟ إذن هنا حددت بصيغة المصدر. تعالوا نرى أي جمل أنواع صيغ الأمر في كل هذه الجمل. عندما نقول عليك بالابتسامة، عندما نقول رفعا لمستوى كلماتك، عندما تقول لتجعل درسك الحرية، عندما تقول تيقن أنك تقترب من العظمة، ننظر عليك بالابتسامة، ما نوع صيغة الأمر؟ أحسنتم، صيغة الأمر هنا بصيغة، أو الأمر هنا ورد بصيغة، نعم، اسم الفعل الأمر، عليك بالابتسامة. الصيغة الثانية رفعا لمستوى كلماتك. الصيغة الثالثة لتجعل درس الحرية، لتجعل هنا مما يتكون مضارع مقترن بلام الأمر، اللام وتجعل. الصيغة الرابعة في المثال الرابع تيقن أنك تقترب، تيقن، ما نوع صيغة الأمر هنا؟
صيغة الأمر جاءت على صيغة فعل الأمر. إذن أي هذه الجمل ورد فيها الأمر بصيغة المصدر بالفعل؟ هي الجملة الثانية رفعا قلنا منذ قليل أن علامة المصدر النائب عن الفعل الأمر أن تحذف وتضع بدلا منه الفعل الأمر المباشر. عندما أقول رفعا لمستوى كلماتك، ارفع مستوى كلماتك، نفس المعنى، أدت نفس المعنى، حذفنا المصدر النائب عن الفعل الأمر وضعنا بدلا منه الفعل الأمر المباشر فأعطت نفس المعنى. تعرف أن هذه الصيغة صيغة المصدر النائب عن الفعل الأمر، بالفعل هي كلمة رفعا والإجابة الثانية. أي الآيات الآتية أتى فيها الأمر بغرض التهديد؟ هنا السؤال ليس عن صيغ الأمر ولكن السؤال عن أغراض الأمر. نتذكر معا أغراض الأمر. ما أغراض الأمر؟ أغراض الأمر كثيرة ومتعددة وحسب سياق الجملة. من أغراض الأمر الدعاء، اللهم اغفر لنا، اللهم تقبل منا، اللهم نجح كل طلاب الثانوية. هنا صيغة الأمر وردت بصيغة الدعاء، ربنا اللهم، يبقى هنا الأمر غرضه الدعاء. النصح، يا بني اجتهد، يا بني أدي ما عليك. هنا النصح، الالتماس بين اثنين متماثلين، صديقك أخوك زميلك. عندما أقول يا أخي قف بجواري، هنا الأمر ورد بغرض الالتماس. التهديد، التهديد الأمر إذا كان بشيء غير محبب ففي الغالب يكون منه الغرض منه التهديد. عندما أقول تأخر في العودة إلى البيت وسترى، تأخر، الأب هنا لا يطلب من ابنه أن يتأخر في العودة إلى البيت، ومن خلال سياق الجملة نعرف أنها الغرض منه التهديد. إذن فالأمر غرض هنا التهديد. التمني، إذا كان الأمر موجها لغير عاقل يكون غرضه في الغالب التمني. عندما أقول أيها القلم أكتب، أيها اللسان قل الصدق، يبقى الأمر هنا غرضه ماذا؟ التمني. التحقير، إذا فهم من سياق الجملة أن الأمر يقلل من مكانة المخاطب، دع المكارم لا ترحل بغيتها، وقعد وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، وقعد أنت لا قيمة لك، دع المكارم، هنا غرضه هنا التحقير. الدعاء من الإنسان لله، النصح من الكبير للصغير بأمر حسن، الالتماس بين اثنين متماثلين صديقك أخيك، التهديد إذا أمرت بشيء سيء، التمني الأمر الغير العاقل، التحقير لينزل من مكانة من يخاطبه. إذن من أي هذه الآيات نفهم أن الغرض منها هنا يفيد التهديد؟ ليكفروا، قل أقم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي هذه الجمل ورد فيها الأمر بغرض التهديد؟ سنجد بالفعل هي الإجابة الأولى، ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. نعم نفهم منها أن الأمر هنا جاء بغرض التهديد، والأمر هنا صيغته ليكفروا، وصيغته المضارع المقترن بلام الأمر. السؤال الرابع، وليحفظ الله ذي الدارين آمنة ذخرا لمن ضمت البحرين أو قطر. ما الغرض من الأمر؟ كنا قد تحدثنا من قبل عن أغراض الأمر، هنا المسألة أصبحت سهلة. أولا صيغة الأمر التي وردت هنا هي صيغة وليحفظ، وليحفظ وهي عبارة عن ليحفظ، لام الأمر والمضارع المقترن بها، المضارع المقترن بلام الأمر وليحفظ. وليحفظ الله واضح جدا، هنا ما الغرض من الأمر؟ في غاية السهولة هذا السؤال، لأن الغرض من الأمر هنا الدعاء، الدعاء. أحسنتم. أي الأبيات الآتية تضمن إن تفيد الشرط؟ أي الأبيات الآتية تضمن إن تفيد الشرط؟ عند
عندي هذه الحروف إن الشرطية وأن المصدرية وإن وأن الناسخة. إن الشرطية إن تذاكر تنجح، تتفوق إن أديت واجبك، هذه تسمى إن الشرطية. فعلان كل منهما مرتبط بالآخر، الثاني نتيجة للأول، وربط بين الجملتين عن طريق أداة الشرط إن. الثانية أن المصدرية، أن الهمزة مفتوحة والنون ساكنة، وتسمى هذه المصدرية. يجب عليك أن تؤدي واجبك، أن تؤدي، أن تؤدي، يبقى هذه تسمى أن المصدرية. وقد يطلب مني السؤال أي الجمل تحوي أن المصدرية، هنا قال أي الجمل أو أي الأبيات التي تضمن أن تفيد الشرط. قد يأتي سؤال ويقول أي الجمل تحوي أن المصدرية، أن المصدرية أن زائد المضارع. إن وأن هذه حروف ناسخة، ونلاحظ أن إن الهمزة مكسورة والنون مشددة مفتوحة، وأن الهمزة مفتوحة والنون مشددة مفتوحة، وهذه إن وأن تدخل على الجملة الإسمية. إن الله مع المتقين، واعلم أنك مجتهد، أنك، أنك. طيب أن المصدرية، إن تفيد الشرط، أن مصدرية، إن وأن ناسخة. أي الأبيات الآتية تضمن إن تفيد الشرط؟ أي هذه الجمل؟ فيها فعلان مرتبطان بعضهما ببعض عن طريق أداة الشرط، عن طريق إن. بالفعل هذه هي الإجابة الصحيحة، هي أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى، إن غفى. بالفعل أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الآية الكريمة التي اشتملت على لام الابتداء؟ لام الابتداء، ما الآية الكريمة التي اشتملت على لام الابتداء؟ مما يأتي لام الابتداء أداة من أدوات التوكيد. أي هذه الآيات ورد فيها لام الابتداء؟ ننظر، هل ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون؟ أم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى؟ أم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه؟ أم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض؟ هل اللام فيه لدار؟ أم للذين؟ أم لتصغى؟ أم للفقراء؟ لام الأمر أو لام الابتداء عفوا، لام الابتداء من المعروف أنها تدخل على الجملة الإسمية وتكون أداة توكيد. بالفعل ولا دار، ستكون الإجابة ولا دار، هذه هي لام الابتداء. أحسنت. أي الأبيات الآتية جاءت فيها الأداة قد تفيد التقليل؟ كنا قد تحدثنا عن أدوات التوكيد ودرسنا أدوات التوكيد، وقلنا أن أدوات التوكيد منها ما هو خاص بالجملة الإسمية، ومنها ما هو خاص بالجملة الفعلية، ومنها ما يشملهما معا. عندما نقول قد، متى تكون قد للتوكيد ومتى تكون قد لغير التوكيد؟ السؤال هنا يسألني عن قد. إذا دخلت قد على الفعل الماضي تفيد التوكيد، يعني إذا جاء بعد قد فعل ماض، هنا قد تفيد التوكيد. عندما أقول قد تفوق المجتهد، قد حققنا أعلى الدرجات، قد حققنا ماضي، قد جاء بعدها فعل ماضي، إذن هذه قد تفيد التوكيد. أما إذا دخلت قد على المضارع، إذا جاء بعد قد فعل مضارع، فهي في هذه الحالة تفيد التقليل. التقليل عندما نقول قد ينجح، قد ينجح الكسول، قد ينجح، هنا تفيد التقليل وليس التوكيد. وهنا ملحوظة، إذا جاء الفاعل بعد، يعني هذه ملحوظة لكم، إذا جاء الفاعل الفعل المضارع
المسبوق بقد إذا كان الفاعل لفظ الجلالة وأسند إلى الفاعل لله سبحانه وتعالى فإن قد هنا تفيد التحقيق. لكن هنا إذا خذوها قاعدة عامة، إذا دخل على قد دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التوكيد، أما إذا دخلت على المضارع فإنها تفيد التقليل. أي هذه الجمل ورد فيها قد بعدها فعل مضارع حتى تفيد التقليل؟ قلنا إذا جاء فعل ماضي تفيد التوكيد، إذا جاء فعل مضارع تفيد التقليل. انظر، قد رحلوا، قد رحلوا هذه فعل ماضي، قد سافروا فعل ماضي، قد يتفرج، قد درجت، قد درجت، قد درجت. أي هذه الجمل بالفعل هي الإجابة الثالثة، خليلي إن الهم قد يتفرج، والفعل المضارع يتفرج. إذن قد هنا جاء بعدها فعل مضارع تفيد هنا في هذه الحالة التقليل. من معاني قد أيضا أنها تفيد التحقيق، قد ولقد تفيدان التحقيق أدوات توكيد. أي الأبيات الآتية تضمن أداة توكيد؟ تضمن أداة توكيد. أي الأبيات الآتية تضمن أداة توكيد؟ أدوات التوكيد تحدثنا عنها منذ قليل. من أدوات التوكيد إن وأن، وهذه تسمى حروف ناسخة تنصب المبتدأ والطرف على الخبر. إنما تفيد القصر والحصر، أما تفيد الشرط والتفصيل. نركز في هذه المعاني أرجوكم. قد يسألني سؤال عن معنى أي من هذه الأدوات، هنا قال لي أي الأدوات الآتية تضمن أداة التوكيد. قد يقول لي السؤال أي أدوات، أي الجمل الآتية تضمن أداة التوكيد تؤدي معنى القصر أو تفيد القصر أو تفيد الشرط أو تفيد التفصيل أو أداة التوكيد ناسخة. أداة التوكيد ناسخة إن وأن. أداة التوكيد تفيد القصر والحصر إنما. أداة التوكيد تفيد الشرط والتفصيل أما. إذن السؤال هنا يسألني عن أداة التوكيد عموما، لكن نحن تحدثنا هنا عن معاني هذه الأدوات. ننظر أي الجمل فيها أداة التوكيد. هل قال الرسول مبلغا ومكرما إني بعثت إلى الأنام معلما، أم دور المعلم أن يكون مصححا معوج من خلق لهم ومقوما، أم أفما علمتم إن نقصتم حقه الجيل ضاع وكلنا لن نسلم، أم إن أمة فقدت مواهب شعبها صل الجنازة وابكها مترحمة. أين أداة التوكيد؟ لا يوجد أي جملة فيها أداة التوكيد إلا جملة واحدة بالفعل. أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم، لا يخدعني، هي بالفعل إني. قلت يا أستاذ أنها إن، نعم إني، اتصل بها ضمير، قد يتصل بها ضمير إنه، إنك، إنني، أننا، أنهم، وهكذا قد يتصل بها، هي لا تتغير، هي إني. فهذه إن الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية، وأداة التوكيد هنا إن. لا ننسى أيضا من أدوات التوكيد ومن أقوى أدوات التوكيد القسم. أي الأحاديث الشريفة الآتية أكثر توكيدا؟ كنا قد تحدثنا عن أدوات التوكيد، وقلنا أن أدوات التوكيد قد، لقد، إن وأن، إنما، أما، القسم، نون التوكيد، لام الابتداء. نون التوكيد من أدوات التوكيد، تدخل على ماذا؟ تدخل على الفعل الأمر والفعل المضارع. ننظر هنا أي الأحاديث الشريفة الآتية أكثر توكيد. نعدد أدوات التوكيد في كل جملة، لا تحقرن من المعروف شيئا. أين أداة التوكيد؟ بالفعل أداة التوكيد هنا النون. كم أداة في الجملة؟ أداة واحدة، نون التوكيد، لا تحقرن. لا تحقرن هذا يسمى أسلوب نهي. والمضارع الذي ضل على طلب
يكون حكم توكيده جائز التوكيد. نحن سنخرج لحظة عن موضوع السؤال. لا تحقرن هذا أسلوب نهي، وقلنا أن المضارع إذا دل على طلب يجوز توكيده بالنون، دل على طلب بمعنى الأمر والنهي والاستفهام. هل تذاكرن؟ لتسمعن؟ لا تحقرن. أو هل تذاكر؟ لتسمع؟ لا تحقر. سيأتي موضوع سؤال عنها بعد قليل. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أي أين هنا أداة التوكيد؟ أداة التوكيد هنا قد جاء بعدها فعل ماضي قد. نعم هنا أداة واحدة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أين أداة التوكيد؟ إن أداة واحدة. الجملة الأخيرة. لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. هنا كم أداة؟ أكثر من أداة في هذه الجملة. إذن ستكون الأداة أو الجواب سيكون الجواب هنا بالفعل الجابة الأخيرة. لا يأتين اللام والنون. أي العبارات الآتية يجوز فيها توكيد جواب القسم بالنون؟ كنا قد تحدثنا عن جواز توكيد جواب القسم أو جواز توكيد الفعل بالنون. يجوز توكيد الفعل بالنون. الفعل الأمر يجوز توكيده بالنون، يعني أقول اجتهد أو اجتهدن صيام يتساوى في ذلك بالنون أو بدون النون. إذا أردت توكيدها تقول اجتهدن، فالفعل هنا جائز التوكيد. الفعل الماضي لا يؤكد أصلا بالنون، يمتنع. أما المضارع فيجوز توكيده بالنون إذا دل على طلب. ما معنى الطلب؟ الطلب أمر نهي استفهام. إذا سبق المضارع بأمر أو بنهي أو باستفهام يجوز توكيده بالنون. يعني من الممكن أن آتي بالنون أو لا آتي بها. أقول هل تذاكر درسك أم أو هل تذاكرن درسك. لا تهمل واجبك أو لا تهملن واجبك. أتى لي بالجملة لا تهمل واجبك، يكون هذا الفعل جائز التوكيد بالنون. أين النون يا أستاذ؟ قلنا يجوز بمعنى قد تأتي بالنون أو لا تأتي بها. قد من الممكن يسأل طالب وأين النون في هذه الجمل؟ لا يوجد فعل فيه نون. أقول نعم، لأن الفعل هنا جائز التوكيد، يجوز أن تأتي بالنون أو لا تأتي بها. جميل. هذا عن حالة الجواز، جواز توكيد الفعل بالنون. يجوز توكيد الفعل بالنون إذا كان فعل أمر أو مضارعا مسبوقا أو دل على طلب. الطلب يعني الأمر أو النهي أو الاستفهام. لتسمع لتسمعن، لا تترك لا تتركن، هل تفهم هل تفهمن، يجوز الأمر. أما إذا سبق المضارع بقسم وقع في جواب القسم واتصل المضارع باللام القسم اتصالا مباشرا ودل على الاستقبال، فهنا في هذه الحالة يكون الفعل واجب التوكيد بالنون. أقول والله لا يفوزن المجتهد، والله لا يظهرن الحق ولو بعد حين، والله لا يظهرن الحق ولو بعد حين، لا يظهرن. وإذا فقد المضارع أي شرط من هذه الشروط يمتنع توكيده. إذا وجدت السين أو سوف، إذا وجدت الفعل منفي، إذا لم يوجد قسم، إذا وجدت كلمة الآن، إذا اختل شرط من هذه الشروط، إذا يكون الفعل في هذه الحالة ممتنع التوكيد بالنون. نعود إلى حالتنا. أي العبارات التي يجوز فيها توكيد جواب القسم بالنون؟ قلنا هنا إذا كان فعل أمر أو مضارع دل على طلب. إذا كان فعل أمر أو مضارعا دل على طلب، هنا أي هذه الجمل فيها مضارع يدل على طلب؟ بالله لتشكر نعم الخالق، والله لا ينجو من خان بلده، بالله لا أخلص لبلادي، لا أخلصن لبلادي، والله لا سوف يفرح الفقير. أي هذه الجمل ورد فيها جواب القسم جائز التوكيد بالنون
بارك الله فيكم. بالفعل هذه هي الجملة بالفعل، بالله لتشكر نعم الخالق، هنا مضارع مسبوق بلام الأمر، مضارع مقترن بلام الأمر، فدل على طلب. فمن الممكن أن أقول بالله لتشكرن أو بالله لتشكر. أحسن. أي العبارات الآتية تضمنت مصدرا صناعيا؟ ما المصدر الصناعي؟ المصدر الصناعي اسم زيدت في آخره ياء مشددة بعدها تاء مربوطة ياء للدلالة على ما فيه من الخصائص ولا يكون نعتا صفة، مثل كلمة إنسانية، وطن وطنية، علم علمية، لا يكون صفة، شرطا لا يتصف. إذن هناك شرطان، الشرط الأول أن يكون مختوما بياء مشددة وتاء مربوطة، الشرط الثاني ألا يكون صفة. طيب ننظر إلى هنا أي هذه الجمل ورد فيها الكلمات التي أخرها ياء مشددة وتاء مربوطة؟ التعليم يحمل حرية في المجتمعات أفضل من جيش مرابط، لا تدخل أصحاب المصالح الأنانية في عملك لأنهم سيفسدونه، الثروة المالية تأتي بصعوبة ولكنها تذهب بسهولة، الشجاعة أهم الصفات الإنسانية لأنها الصفة التي تضمن بقية الصفات. الكلمات المختومة بياء مشددة الحرية، الأنانية، المالية، الإنسانية، ثلاث جمل منها وردت صفة. سأجد الأنانية صفة، سأجد المالية صفة، سأجد الإنسانية صفة، أما كلمة الحرية فلم ترد صفة. هنا تسمى هذه الكلمة مصدرا صناعيا. إذن إجابتنا ستكون الإجابة الأولى هي كلمة الحرية، فهي لم ترد صفة في هذا المثال، عكس بقية الجمل الأخرى التي ورد فيها الكلمات المختومة بياء مشددة وتاء مربوطة صفة. أحسنتم، بارك الله فيكم. كانت هذه مراجعة سريعة لدروس القواعد أو بناء الجملة لهذا العام وفق ما جاء في الاختبار التجريبي. بارك الله فيكم وأتم عليكم نعمه بالنجاح والتوفيق والتفوق العظيم، مع أخلص دعائي لكم بدعم التوفيق والتميز، مع تحيات قسم اللغة العربية مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين، مع وعد بلقاء قادم وإحدى حلقات المراجعة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.